ونعرف شوية الريفية، راني متالسي. مرحبا مرحبا خويا. شوف، حنايا ما عندناش المشكل مع الاولاد الشعب، يكون مغربي يكون ريفي يكون ما كاين، حنا المشكل ديالنا مع هذاك العلاوي، هذاك هي مع هذاك العلاوي الله يعز. والثقافة ديالنا اللي تضيع. أنا والديا، أنا نقول لك الوالد ديالي راه كان في هولندا، وكان في يدي هذيك الفلوس ديال كيندر بيشلاخ، وجابنا الرباط وعربونا. والثقافة ديال التعريب راه هي ثقافة بغينا نتكلم عليها، الثقافة ديال التعريب راه ثقافة راه خاصنا نمنعوها، خاصنا نتقاتلوا على الثقافة ديالنا واللغة ديالنا. راه هذاك الحقرة اللي تيهضر بالشلحة تيحقروه في الداخل، وتيقولوا ليه الشلح، تيقولوا ليه كذا. هاد العنصرية اللي دايرينها علينا جاية من عند من، ماشي من الشعب المغربي، جاية من عند الموظفين في الحكومة. أنا الله مثلا يرحم نتذكر الوالدين. الأم ديالي كنت أمشي معاها المقاطعة، ما عندها الوشة مسكينة في الجبهة، ما قارية ما واعية، تتبقى تترعد بالخوف. وهذاك الشيء كبرت فيه، راه ما ننساش أنا ديك الحكومة وهذاك الظلم اللي دوزوا عندنا في 58، 1958 مذباحة، 1959 و1984 وزيد 2011 وزيد 2016، وشوف الله مازال يعزك. حنا مقاتلين معاهم، وزيد ونزيد والله ما يوصلوا لنا، اقسم بالله العظيم. علاش؟ المغرب معروف فيه الريافه ملاح والمعقول، ونوقفوا بالحق. اي واحد تقصي عليه يقول لك الريافه الرجال. الحمد لله حنا غادي نضحيو كما ضحاو جدادنا، ده كما عز ضحاو غادي يضحيو حتى ولاد ديالنا. وحنا يا راه ما نعترفوش بلاتك النظام، وحنا نتبرؤوا منه، وحنا الظلم اللي دايز عنا. حتى هاد القضيه ديال دابا اللي دايرينها هما، هذا الشيء اللي داروه مع الصهاينه اللي كانوا بغاو الحق، يديروا استفتاء ونشوفوا الشعب المغربي واش يقبل بهذا الشيء ولا ما يقبلش بهذا الشيء. اما راه هو يعتبر نفسه مبعوث من السماء، ويقول لك راه هو من ولد النبي، حاشاك وحاشا الجميع، هذا كلب. ويلبس لك هذاك اللباس ديال ماريوانا، وهذاك اللباس يعتبر راسه امير المؤمنين، كلب هذا، كلب لا شرعيه أودي. لها. كلب أشرف انا منه بايع المجاهد تحسس ديالي، الكلب أشرف منه، الكلب اشرف منه. الكلب حنايا إلا ربيته يكون لك وفي طول الحياة ديالك. والله عندك الحق. احنا دابا هو في 2011 حيد هذاك الامامه ديال امير المؤمنين، قال لك ما بغيتهاش. هذاك هو التنازل، زعما بغيت نتنازل على الشعب، الله يحرق بابه. قال لك غادي نتنازل على السلطه وندير لكم دستور جديد. اش ما يتنازل لهم؟ قال لي ما بقاش تقولوا لي امير المؤمنين. اش بغيتي نقول لك اسيدي؟ اذا دابا حيدنا لك هذيك ما بقاش عندك شرعيه. ما عندوش شرعيه، ما عندوش شرعيه لا والو. الشرعيه كانت في قديم الزمان عندما يبايع امير المؤمنين على الجهاد وعلى على على دفاع المسلمين ومصالح المسلمين اما ما يكان. ما هذا الكلب هذا لا علاقه له بالشرعيه. وانا نقول اي اخوان اللي تيقول لك عاش الملك عاش محمد الخامس، نقول لكم نقول لهم راكم كلكم كلاب. يا اما عندنا احنا في المغرب، انا كبرت في سله ود الرباط، نعرف مزيان الرباط وسله، وتما عندهم الحكومه ونعرفهم مليح شي يديروا تما. يا اما الناس هذوك ولاد هذوك اللي واكلين مع الخبز راهما تيقولوا عاش الملك، صحيح. ويا اما اللي واكل ما عنده العصا راه ساكت مسكين بالخوف وصابر وصافي. صحيح. انا نقول لك نهار غادي تقرب، انا تنقول يا ربي يا ربي نهار غادي تنوض، النوض عليه هو. دابا حتى الصحراء هو عارف، هي دي مشات الصحراء تضيع، راه غادي يضيع عليه الكرسي ديالو. هو راه عارف مزيان هذيك القضيه ديال الصحراء تيتاجر فيها على اساس مصالح سياسيه. ان فوا غادي يطيح هذيك البطوله ديال الحسن الثاني، حرر الصحراء ما حرر الصحراء، هو في الحقيقه راه اتفق مع اسبانيا، قال لهم نخلي لكم ليليا وسبته وانتم سامحوا لي ندي لكم نتمشى على الصحراء نديها قبل ما يديوها الصحراويين. راه هذيك نجيو الحقائق نهضروا عليها. علاش دار الحسن الثاني؟ وقعوا لي وقعوا لي الانقلابات ديال الصخيرات ديال اوفكير ديال كذا. هذاك حتى هذاك اوفكير كلب، شحال عذب في المسلم في الريافه، اش هو اللي كان تيضرب فينا؟ وهو دابا رجع ليه الكلب ديالو مولاه، رجع ليه وتعدى عليه صدق فيها. دابا نهار وقعوا لي الانقلابات وشاف القضيه حامضه، وكان معروف بالفساد كبحالو كبحال بوه المقبور محمد الخامس، اش قال؟ قال انا غادي انا غادي نعذب الشعب، نعاقبه على هذاك على هذاك المظاهرات اللي كان يدير. حنا الريافه كان يسمينا الاوباش، قال لهم نعاقب الشعب، غادي نصيحتو الصحراء. اللي ما مشاش ياكل العصا، اللي عنده كاميو بزو عليه ويدي الناس بالقوه، نعاقب الشعب. ومنها نضرب ثلاث عصافير اربع عصافير بحجر واحد، نعاقب الشعب ونرد النفوذ ديالي والسلطه على الشعب،
ومنها ندي الصحراء على الاسم ديالي على اساس انا هو المحرر البطل الكبير، ومنها نقي الجيش وناخذ زمام الامور في اليد ديالي. ولكن بالمقابل سبتهم ليليا، راه عطاها اسبانيا بانهم يتبعوا لي في هذيك القضيه، ومن دابا اسبانيا قلبات عليه. نقول لك هذيك الكلاب اخويا، انا دابا راه عندي 12 عام ما خرجت من المغرب، وقسم بالله ما ربطت لها على اساس شنو، ما بغيش نسمع هذيك القضيه عاش الملك، ولا نشوف هذيك الرايه ديال ديك الكلب ديال اليوطي المجاهد ديالي. حنايا راه بغينا نديروا واحد المبادره، ندفعوا واحد الدعوه قضائيه دوليه على هذيك الجرائم اللي داروا العلويين. واش انت تقدر تعطي الصوت ديالك باش نديروا هذا الشيء؟ وانا معاك اخويا، انا معاك، انا في سويسرا ساكن، في نفس سويسرا انا. وهرا كنشوف الله يعز اللجوء، ورغم انهم رفضوه والله ما نخاف، انا نقول الحق ورب نتقطع عليه الرقبه ديالي، تقطع عليه نقطع عليه. انا سمعت واحد القضيه ناضوشي اخوة المسلمين ديالنا، اخواتنا ما عرف كانوش اسلاميين ولا ما نعرف، مهم الريف، وبغاو يديروا واحد الندوه، بغيو يديروا واحد الكونفيرونس، بغيو يديروا في الحسيمه بين تذكروا على اساس هذيك الضحايا ديال هذيك الاسلحه الكيميائيه اللي ضربات بها الريف في الحرب العالميه، في الحرب ديال الريف في اسبانيا وفرنسا. ناض المغرب حرم عليهم انهم يديروا هذيك الندوه الصحفيه، حرم عليهم انهم يديروا هذيك الكونفيرونس، قال لهم هذاك الشيء ديال الاسلحه الكيميائيه اللي ضربوا بها الريافه سكيت، انت ما غاديش تخرج، ما غاديش تذكر. انا ما عرفتش واش هذا خدام المصالح ديال اسبانيا ولا خدام المصالح ديال فرنسا، وهذا ما تيخلينا حنا نهضروا على الضحايا ديالنا اللي ماتوا في هذاك الاسلحه الكيميائيه اللي ضربونا بهم الصباليونيين، ما يخليونا حتى حد اليوم، حد اليوم كاينين في الريف الناس راهم مازال تيجيهم الامراض. شحال واحد شي غالبي ديال السكان ديال المغرب اللي مريضين بالكونسير بالسرطان بالرئه وكذا، دي تلقاهم جايين من هذيك المناطق فين ضربوا الاسلحه الكيماويه في الشمال ديال الريف، راه كون تيجيو مساكن من الجبوله من الرباط، ويجيو الرباط بيمشيو يداووا وما كاينش اللي غادي يشوف فيهم، يدير لهم غير زقهم يتفلاو عليهم. يعني هذه النقطه هذه انا بغيت نهضر عليها، واحد النقطه هذه اللي قلتي لي يا سيدي انا معك، انا خويا انا معك، لا عزك انا معك. اذا كان شي حاجه انا هنا من مدينه بازل من سويسرا، الاسم ديالي عثمان، وما عندي علاش نخاف ولا بلا بلا ما تذكر السميه الاخ عثمان، بلا ما تذكر السميه. الو نقول بلا ما تذكر. انا شوف انا عندي هنا واحد اللائحه ديال الاخوان، لحقاش السيمانه اللي فاتت كندير الراديو الاربع والسبت كنديروا الراديو هكا، كانت كنديروا المداخلات، درنا واحد المبادره الاخوان بغاو يشاركوا، قلت لهم غير سردوا لي النمره 20، واش ممكن ندير النمره ديالك في اللائحه ملي غادي نوقفوا على هذا الشيء ونتصل بك، واش ممكن؟ متفق معك سيدي، خذ الرقم ديالي، راه عندك الرقم طلع لك سويسري، الله يعزك سجلوا وانا معاكم، بارك الله فيك. انا 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 لقيت الحق ان شاء الله نموت عليه، ما نخافش ما نخافش، انا ما نقولش عاش الملك، ما نقطع لي راسي، كاع داك الرجال اللي محبسهم في الحباسات غلبهم، راه هو غلبوه تعداو عليه، الله عندهم القوه في القلب، اذا كان انسان الراجل حقيقي وحر وعنده القوه في القلب تقدر تقتلو، تقدر تعذبو، تقدر دير ليه اللي بغيتي، ولكن العزيمه ديالو والاراده ديالو ما تقدرش عليها، وهذه هي القوه اللي عندنا حنايا، الاراده ديالنا والعزيمه ديالنا. يعني الراجل تيموت على الافكار ديالو والايمان باش يامن، وانا مستعد نموت علاش تامن، علاش نموت، نموت على الحق، وبغيو يديروا يديروها والله ما نخاف منهم. راه هذاك محمد السادس اكبر كلب واكبر شفار في هذيك البلاد. ولكن نقول لك راه كاين شي ناس في البلاد تيقولوا عاش الملك بالخوف، صحيح، وكاينين الناس يقولوا عاش الملك بالطمع، وكاينين الناس يقولوا عاش الملك واكلين معاه الخبز، وماشي حتى الخبز غير التفرتيت. راه سير شوف سلا، سير شوف سلا، عاش هذاك عايش في الدل وكذا وفي براكه، ودير لك الصوره ديال الملك، علاش تهضر معاه تيقول لك اودي جا ودخل عليا للدار انا نلقاو الصوره ديال الملك، صحيح، ما تعطونيش عصا. لا حسن عام ليش فهمتيني، الناس تيخافوا، وكاين اللي تيهضر وتيقول كذا ما كذا ما كذا، وتيقول لك عاش الملك، هو في القلب ديالو ما مآمنش بها،
ولكن خاصه هو ديما يبين انه مع هذيك الناس اللي عندهم سلاح في هذيك البلاد اللي يحكموا فيها ويقول لك انا مع هاد، يعني غالب عليه امره وما يقدرش يعبر حتى على الاراده ديالو، لانه ليس عنده الاراده والخوف، الخوف حتى تخرج لاوروبا عاد ما نبقاوش نخافوا، حتى نعيشوا مع البرانيين ومع القور وهادي عاد نشوفوا الناس. انا من خرج من المغرب، خرج من ديك الغوغاء، من ديك هذيك الغار، ضربت فيا شويه الشمس، شفت الشينوا الهين هنود اليابانيين، هذه الدعوه مخلطه في اوروبا، عاد وليت نتفتح ونتفتح ونقول ويلي 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 ويلي، انا كنت في واحد الغار ما كنشوف والو. انا نقول كاع المغاربه اللي تيقولوا عاش الملك، نتحداهم يخرجوا من البلاد ويمشيو يعيشوا مع بلاد الناس واحد عام وعامين ويشوفوا كيفاش التفكير ابدا اللي مولفينه في المغرب، ديال هذيك ديال بوس اليدين ونعبدك يا سيدي محمد السادس، وانت ود النبي وانت ود الرسول وانت هو رب الاعلى، غادي تبدل لي من عقله. علاش نهار غادي تشوف النظام وشوف الديمقراطيه وشوف البلدان الاخرى كيفاش يتعاملوا الناس الحكومات مع الشعوب ديالهم، عادي يعرفوا شنو كيفاش حنا عايشين في الزبل. تيقول لك اللي عايش في الظلام ما تعرفش كيدير الشمس حتى تيشوفها، فهمتيني؟ صح. كيفاش غادي تعرف الشمس وانت عايش في الظلام؟ واش انت غادي كيفاش؟ ما مستحيل اللي عايش في الظلام تيشوف غير الظلام، غادي تسولو على شنو، على الالوان الحمر الصفر الخضر ما يعرفوش، يتعرف غير اللون الكحل. وهذاك الشيء تولد في الظلام وكبر في الظلام ويبقى في الظلام، يعني عقله مظلم، قلبه مظلم، ولا يكون قاري ولا يكون واعي، لانه مولف هذاك الظلام. ولكن اين فوا تيخرج من هذاك الظلام تيشوف شويه الكولورات عاد يولي يعرف. انا الرساله نوجهها للاخوان اللي عندي في مدينه سلا، العاصمه الرباط، وهذوك اللي انا عندي كلام سلاوي ولكن انا ريفي نجداري في ساوث مازيغ الحمد لله، ولكن شويه واه نوجه لهم الرساله ونقول لهم هذوك انتم اللي تعيشوا في الداخل راكم نتوما عارفين الاحوال، ما محتاجوش كذبوا على روحكم. راه ما تدخلوا داركم تقول لعنه الملك وتخرجوا الزنقه تقولوا عاش الملك، واش نتوما رجال يا الاخوان؟ وقفوا، اذا كنتوا غادي تقولوا في داركم قدام ولادكم الخزيال الكلب ديال الملك، وقولها في الزنقه، لانك غادي تدافع على الاخ ديالك وغادي تدافع على العم ديالك تدافع عليه، ما تخافش يدخلوك الحبس، ما تخافش دخول الحبس سيدي، ويدخل هذاك الحبس ويدخل هذاك الحبس ويدخل، واش هما غيبقى بيني وغير الحباسات في البلاد؟ خلي بيني ومول المغرب كله حباسات، يدخلوا الشعب كامل، وفي الاخر شكون اللي يبقى معاه؟ ما يبقى معاه حتى شي، واش يقطع لنا الريوس؟ الحمد لله حنا بغيت نقول لخوتي المغاربه اوقفوا، راه حنا دخلنا في واحد العصر جديد، راه ولا الانترنت ولا الكمبيوتر ولا كذا ولا كذا، تتوقع شي حاجه هنا تنسمعوا في الشينوا، تتوقع في شي حاجه لهي تنسمعوا في امريكا، ما عندكش علاش تخاف. هذاك الجسر ديال الخوف مات مع هذاك المقبور ديال الحسن الثاني. هذا الكلب هذا جا تيشوف في الورقه ما تيقدر حتى يشوف في التلفازه ويهضر مع الناس بالدارجه، راه واكل الخليع، راه خايف ينوضوا ليه، وراه شي يدير، تيعطي الفساد تيفسد وتيعطيهم الفلوس ولي تفرتيتيه بطل تحت، تيكلوا منه هذاك الجيردان وتيقولوا عاش الملك. يا ودي اتقوا الله، ولينا اضحوكه وهذيك صلاه العرش، وانتم غير تبتوا. غنجيكم هذاك اللي تيقول لك عاش الملك، غنجي انا نتحداه في كلمه واحده، نقول له انت تتامن بهذاك عاش الملك وهذاك سيدك محمد السادس راه جاي من من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا لله نقولوها، جيب لي بروف، جيب لي بروف وانا نقول لك عاش الملك، جيب لي بروف، راه هو من راه من حفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، راه هذيك ما كاينه لا بيعه لا والو، حتى ديك البيعه اللي داروه شحال هذه، راه جاو عند الشلوح ديال الجنوب ضحكوا عليهم وقالوا لهم حنا جينا من المغرب، من المغرب العربي، راه حنا من ابناء وكذا، جاو عند الشلوح، شكون الشلوح غادي ينتسب الراس ولا؟ جاو هاد الكلاب هادو ديال العلويين، وسيرتوا في التاريخ ديال العلويين، راه هما النصيريين والدين ديالهم ماشي هو الدين ديال السنه. العلويين هاد محمد السادس الدين ديالهم هما النصيريين، وراهم جايين من النصيريين، وراه كانوا في شمال ايران، هاد العائله ديال محمد السادس كانوا شمال ايران، وجاو هاربين على ود تصفاوهم تما، عطاو لامهم علاش يقلبوا، ما بقاو فين يجيو الا عندنا حنا البرابره، حنا كرمناهم وكرمناهم وشرفناهم وحطيناهم تاج فوق راسنا وجاروا فينا، يرجعوا دين امهم يرجعوا عند السعودي ولا من يكونوا جايين. الاخ عثمان قال الاسلام حنا قادين به، الاخ مسلمين ما احتاجيش اللي غادي يحكمنا بالاسلام، وحنا نطبقوا الاسلام خير منهم،
صحيح يرجعوا للسعودية صحيح يمشوا صحيح عند الصهاينة ياكلوا معاهم. الأخ عثمان الله يرحم لك الوالدين، الله يعزك، الله يكثر من مثالك. أنا غادي نقيد النمرة ديالك، غادي نعطيو المجال للإخوان الآخرين. كنتمنى تكون معنا كل السبت والأربع والسبت، عندنا هذا الراديو ديال المداخلات، نتمنى تكون معنا كل أربع والسبت. الله يرحم لك الوالدين حتى شي نهار آخر. كنشكرك على كلمة الحق. السلام عليكم. واحد المقطع عافاك، راه كاين بزاف الإخوان عارفين الحق ولكن مساكن ما تعرفوا فهموش الريفيه. راه حنا تعربنا ضعنا، انا ريفي وما نعرفش نهضر مع انا تنداز مع والدي تنقول لهم علاش ما علمتونيش الريفيه، انا واش دابا عربي ولا ريفي؟ اش بيني انا شنو؟ عافاك اخويا عافاك، واحد النقطه عافاك، هضر معاهم شويه مره مع العربيه مره الريفيه. عاش كاين شي اخوان مساكن بغي يفهموا العربيه ما يفهموش الريفيه ولا لا؟ كنديروا المجهودات، كنديروا ولا كنديروا. شكرا وتحيه الاخوان الجميع الاحرار. الله يعز وعاش الشعب، عاش الشعب. السلام عليكم، بارك الله فيك. العز الأحرار.